فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان من خلف الإمام غالبيتهم من الشباب، هل يجوز للإمام أن يطول بالقراءة؟ إذا كان من خلف الإمام غالبيتهم من الشباب، ينظر إلى الضعفاء ما ينظر إلى الشباب، ينظر إلى كبار السن والمرضى ويخفف من أجلهم ولا ينظر إلى الأقوياء. نعم. فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم: واقتدي بأضعافهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.